مرحبا، اليوم رح نعمل وصفة الكوسة المتبل بالطحينة واللبن. هلأ بالنسبة لهيدي الوصفة أنا أول مرة رح أعملها، وهلأ رح أجربها أنا وياكم. بتمنى تعجبكم هيدي الحلقة. يلي رح أعمله رح أقشر أنا الكوسة. هلا في منهم بيقولوا انه ما تقشروه، او في منهم بيعملوه بلب الكوسه. بقى بليز اكتبوا لي انتو، معظم السوريين بيعملوها بس انا حبيت جرب هيدي الوصفه، بدي اشوف شو طعمتها. عم بيقولوا خفيفه اخف من الباذنجان المتبل. هلا في منهم بيسلقوا الكوسه، ما بعرف، انا رح اقليه شوي او شويه شوي على بالمقلايه، بس حبيت هلا اجرب هيدي الوصفه بهيدي الكوسه لشوف كيف حتطلع الطعمه. هلا رح اقطعهم دوائر. هلا اذا سلقتوه سلق بدكم تصفوا منه المي، يعني بتعصروه شوي بعد السلق وبتصفوا منه المي. هلا انا رح جربها انه على المقلايه شويهم. مثل ما شايفين هيك بصير الكوسة، شوحته على النار بالمقلاية. هلأ بحقتركه ليبرد شوي، بس بهالوقت رح أعمل الخلطة، خلطة الطحينة مع اللبن والحامض. هلأ ممكن تضيفوا توم كمان، هني عادة بضيفوا له توم، أنا ما رح أضيف توم، حشوف. هلأ ما رح أضيف توم مشان ما يضاين عندي يعني بالبراد. ممكن تضيفوا بس يلي بدكم تاكلوه على الكمية اللي بدكم تاكلوها، وتخلوا التاني لتاني نهار الباقي، وبتحطوا له ترجعوا توم، هيك بكون أفضل بضاين أكتر. هلأ رح أحط 3 معالق كبيرة من الطحينة، انا عملتها بالبيت. اذا بتحبوا تشوفوا طريقة الطحينة بالبيت عندي فيديو مصورته لاعداد الطحينة. وهلأ بالنسبة لللبن رح اضيف 2 ملاعق كبار من اللبن، بنزل عليهم عصير نص ليمونة حامضة. هيك بصير الملمس. هلا ممكن بدنا نشوف هلا كيف حيصير، واذا كثير طلعوا جامدين ممكن نضيف عليهم نرجع لبن. انا عندي اللبن كثير سائل هون، حضيف شويه كمان رشه ملح. الكوسة بالخلاط هلا لقيتهم شوي بدهم شوية لبن، كمان اللبن ببيضهم بيعطيهم لون البياض. هلا رح اخلطهم شوي وحدوقهم. لقيتهم بدهم بعد حامض، شوية ملح. هلا حارجع كمان دوقهم. صار لونهم هلا ازبط احلى. لقيت في شوية شقف ما كتير نعمته على الاخر، بده شوية حامض، بيتحمل حامض منيح، بده شوية حامض، حأرجع ضفله. هلأ بشفته بهالشكل صار الصحن، زينته بالنعناع الفليفلة الحمراء، شوية حامض، بتزينوه على حسب ذوقكم. رح ضيف عليه زيت الزيتون أكيد. هلأ رح أتذوقه بالخبز، هو بيتاكل هيدا بالخبز. هيدي أول مرة بعملها الصراحة، وهيدي أول مرة رح أتذوقه، ورح أعطيكم الانطباع
وشو رأيي بهيدي الأكلة؟ أخذ من هون مع شوية زيت مثل الباذنجان متبل على نفس النكهة، بس الباذنجان متبل شوي أقوى، الطعمة تاعته أقوى، هيدا أخف، أخف شوي الطعمة، خفيف يعني، كتير كتير طيب. لا عن جد بشوفه بيقول باذنجان متبل، بس هو متبل كوسة. بتمنى تكون عجبتكم هيدي الحلقة وعطيتكم فكرة جديدة فيكم تطبقوها. ما تنسوا بليز تعملوا لي شير، لايك اند سبسكرايب. باي باي.